بسم الله الرحمن الرحيم. ذهبنا إلى أكبر مسجد بكري في بريطانيا حتى نستطلع الثقافة الدينية للبكريين ونشوف عندهم إحاطة بالتاريخ وما جرى من حروب وظلم على أهل البيت عليهم السلام. اخترنا شريحة من المصلين في المسجد نسألهم عن حرب الجمل. من خلال هذا السؤال راح يتضح لكم نتيجة الاستطلاع. خلكم معنا. هذا مسجد ريجيس موسك. ندخل المسجد نشوف داخل المسجد نسأل كم سؤال. الناس طالعين من الصلاة احنا هنا بندش نسأل الناس أسئلة. هل ننزع المتدار عن حرب الجمل؟ ما اعرفش بس ممكن. انت كيف تدور في الانترنت؟ لان في يمكن معلومات مو موجوده في الانترنت. لا في معلومات كثير موجوده في الانترنت. حرب مو غزوه. حرب الجمل. في البصرة في العراق. البصرة في العراق. منصور. مع عهد الرسول كانت؟ موقع البصرة انتصر قوات الأمير سيدنا علي بن أبي طالب وطلحة وممكن طلحة بن عبيد الله. طلحة مين ده طلحة؟ كان أحد الصحابة برضه. يعني علي بن أبي طالب قتل طلحة؟ لا مقتل طلحة تقتل في المعركة يعني مع علي يعني هم في حرب. والزبير بن العوام برضه تقتل في هذه المعركة. عائشة انقتلت في هذه المعركة؟ لا عودة عائشة المدينة المنورة سيدنا عائشة. بعد شنو؟ كان جيش الخليفة علي وقوات طلحة والزبير. يعني علي حارب طلحة؟ يبقى علي اللي قتل طلحة والزبير. علي مش صحابي؟ جيش الخليفة علي يعني وقوات ده صحابي طلحة. ازاي يعني علي قتل طلحة؟ ممكن تكون دي كانت فتنة. اعتقد لان في فتنه حصلت في ايام سيدنا علي وعايشه وياهم. عايشه هنا. كان الجيش هنا عمار. جيش الخليفه علي كان علي بن ابي طالب وعمار بن ياسر والاشقر. كلهم قتلوا بعض؟ لا كل ده تقريبا اتقتل. هو ممكن تقرا هاي موقعة الجمل. هي معركه وقعت في البصره عام 63 بين قوات امير المؤمنين علي بن ابي طالب والجيش الذي يقوده الصحابيان ضد جيش المدينه في هودج من حديد في ظهر جمل وسميت معركه بالجمل الى ذلك. صحيح. زين هل تعرف حرب الجمل؟ نعم. حرب الجمل يقولون فيها افتت عائشة بقتل حملة المفاتيح خزائن المال وهذه الفتوى هي اللي سببت بقتل المسلمين. هل صحيح هذا الشيء؟ ليس صحيح. معركة الجمل ايه؟ معركة صارت يعني على اساس ان الخوارج وبعض الفتن صارت. صحيح. الحق كان مع علي ولا مع عائشة؟ ما تدري ها؟ مو سامع عن معركة الجمل؟ قليل والله. ولا تعرف الفتاوي اللي صارت انه اقتلت حملة المفاتيح المال ولا شيء؟ لأن هذه يقولون عنها دائما هي سبب في بداية الفتاوي، هل هذا صحيح الكلام؟ والله ما بس إذا يعني ما أعرف التفصيل عن المعركة. ما تعرف تفصيل؟ يعني سطحي المعركة صارت بسبب الفتن والخوارج. فتن مال شنو؟ يعني خرجوا عن يعني من مات سيدنا عثمان بن عفان. صارت يعني فتنة أيوة. هل تعرف عن حرب الجمل؟ يقولون أنها هي سبب
بداية الفتاوي الباطلة، لأن عائشة أفتت بقتل حملة مفاتيح المال ضد علي بن أبي طالب، هل هذا صحيح الكلام؟ لا والله ما على علمي هذا صحيح، لأن هاي أول مرة أسمعه أنا. أول مرة تسمع؟ نعم. على يعني كل حال تزوير بالدين الإسلامي؟ طبعا إذا كان سألوا رجال الدين الفهمانين اللي إلهم يعني أنت ما عندك مرجع هلا حاليا، لو تعطيني الليستة أنت الكلمات على لو كان 10-20 أجيب لك إياها. تراجعهم وترجع معي إن شاء الله. أنت حبيبي شنو رسالتك الأخيرة؟ رسالتي الأخيرة إنه التفقه بالدين لازم بده ناس مرجعية يفهموا يدرسوا، وأنت كل إنسان ممكن يتدبر القرآن يتدبر الأحاديث يرى كتب مثل كتب مثلا لا تحزن، في آيات قرآنية كثيرة إن شاء الله تلاقي تقارئ للكتب ما شاء الله عليك. إيه الحمد لله. جزاك الله خير. هاي كتاب معي شو هذا الكتاب اللي عندك؟ هاي لا تحزن مال عايض القرني. هذا بايقة ترى سارقة من وحدة. مين؟ أي سارقة من كاتبة ورفع عليه قضية ودفع تعويض. لا شو عم تحكي؟ أي والله. لا. سارقة من وحدة صدقني. لا. كاتبة وهذا سرق منها ورفعت عليه قضية وحصلوا عليه قضية كبيرة هذا عايض القرني. يا حبيبي. أي والله حبيبي. بس مش مؤلف وهو كاتب وعامل. هو بس كله يعني بوق الأفكار من الناس. هي أهم شيء الفكرة ترى. ما هو كاتب إنه ممنوع تقلدوا، ممنوع تعملوا نسخة. وهو بايقة. لا حول ولا قوة. عارف اسم هذه المرة؟ أجيب لك الحين اسم. مشكور حضرتك. سامع عن حرب الجمل؟ أيوه. وين صارت؟ جون ديفا بموقعة دي في حرب موقعة الجمل ولا موقعة الجمل؟ موقعة الجمل. هي مش موقعة الجمل، موقعة يا ربي هي موقعة الجمل ولا اللهم صل على سيدنا محمد. هي مش موقع بتاع الجمل، هي طبعا الجمل بتاع سيدة عائشة رضي الله عنه. كان اللهم صل على محمد. حاربت منه يا اخي. انا اقول لك حاجه، انت استفاجأتني وجبتني هنا عشان تسجل الكلام في هذا. لا شنو قالوا ان اول ارهاب في الاسلام صار من معركه الجمل لما افتت عائشه بقتل حمله المال، هل هذا صحيح؟ لا 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 هم يقولون انت عارف عن حرب الجمل شي حاجه؟ يعني دول اقول لك حاجه، دول بعيد عنك يعني من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ما مات، واخد بالك يعني صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ان الـ ان الـ ان الاسلام اتعمل على 73 فرقة، واخد بالك، فقال لهم كل الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلهم في النار ما عدا من اللي هو على سنتي. من هي الفرقة الناجية؟ اللي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. داعش؟ لا يا رجل، المسلمين الإخوان. لا 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 الله يقطعهم كلهم. المسلمين وداعش مش المسلمين؟ لا الإخوان لا 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 دول كلاب النار. أوكي. دول كلاب النار، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليهم دول كلاب النار. زين مين؟ كلما انقطع منهم قرن جي خلف منهم ورا منهم تاني قرن يوم القيامة. من الفرقة الناجية؟ ها؟ مين اللي على سنة رسول الله. نعم. احسنت. زين اسألك سؤال، تعرف شيء عن حرب الجمل؟ اللي هي بتاعت مصر ولا اللي بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بتاعت بس احنا عندنا برضو كانت موقع حرب الجمل برضو. بتاعت حسني مبارك. اوكي. عملوا فيها ايه؟ ده برضو كان عوان مبارك برضو والاخوان كانوا مشتركين فيها برضو، كانوا عايزين يهمدونا وكانوا عايزين يخربوا البلد، ورغم ان هم باعوها واخدين 8 بليار ولا مش عارف 8 بليار. ربنا يقطعها. ربنا يقطعهم ان شاء الله. زين والقديمه اللي هي القديمه حرب الجمل القديمه، عارف عنها حاجه؟ لا والله ما عرفتش عنها والله. انت سامع عن حرب الجمل؟ يقولون بداية الفتاوي بالقتل هي حرب الجمل عندما أفتت حرب كانت بين علي بن أبي طالب وعائشة، وأفتت عائشة بقتل حملة المال، هل هذا صحيح؟ كذب. سامع عن حرب الجمل؟ ممكن تعطينا عن تفاصيل حرب الجمل؟ ما عندي حتى نظري يا حبيبي. ما عندك أنت؟ ما شاء الله رجل دين ومتبحر قارئ القرآن. نبي نجاوب هذول اللي يقولون أن الفتاوي بدأت منذ حرب الجمل، هل صحيح هذا الكلام؟ هذا العلم لله حبيبي. ما تعرف يعني؟ ما نعرف. ما عندك أي خبرة؟ لا لا لا. زين شنو الرسالة؟ تعرف عن غزوة بدر؟ غزوة بدر؟ نافع غزوة بدر. The first war. نعم. الإسلام. غزوة أخرى. تعرف غزوة الجمل؟ حرب الجمل؟ نعم نعم. بين هم؟ صفين. علي معاوية. علي معاوية والجمل؟ الجمل؟ فاطمة
فاطمة و عيش حب 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 حب